السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم حبيت أصور دندش مرة ثانية مدة ثالثة وهو يسبح. اليوم الجو مشرق الشمس والجو حلو وما زال تشرق الشمس، لازم أعطيه ماي حتى يسبح حتى ينشف ريشه، لأن هو موجود عندي جوا ما طلع برا وصعب ينشف ريشه. إذا أجى الليل ونام مبتل راح يتمرض. فأنا أسبحه بأيام الجو الشمس المشرقة حتى يروح يوقف على الشباك وينشف حاله من يجي الليل ينام وهو ما بي ماي حتى ما ينشل. يعني هاي لازم معلومة الكل يعرفها. انا جاي اشوف ناس بقت متأخر، يعني بعد الثنتين وثلاثة الظهر يخلون طيورهم تسبح، يعني كافة انواع الطيور مثل الكناري والحسون والفناجس، هاي طيور الزبرة الصغيرة والحمام وكل طير، يعني كل طير يتربى بالاقفاص لا تخلي يسبح وينام. اذا سبح ونام راح تطقه زكام انفلونزا، فلاونزا يعني النشل. لازم يسبح قبل الظهر، يعني بالعشرة بالدعش بالتسعة حتى باثناعش بالوحدة اذا كانت شمس مشرقة. هاي الحمام يعني بالسطح، بس اللي جوا قبل اثناعش لازم، بعد اثناعش لا تسبح طيورك مهما كانت، طيور زينة، عصافير، كناري، اي شيء. بس هذا الطير شوف، هو كل الطيور هي تحب الماي، طبعا الماي ينظفها من الطفيليات، من الحشرات، من الاملاح اللي بجسمها يصير. يسبحن صحة الهن ونظافة، وهم يخلصن من الحشرات والطفيليات اللي تصير بجسمهم. دائما هو الطير هالفتحة هاي يفتح نفسه على الشمس او على الماي حتى شنو شكو حشرة بجسمه يطلعها. هو ما بيه حشرات، انا معالجة، عندي لقطرات خليتها بالعلبة وعنده له بالماي محلول، بس هذا الماي صافي ما بيه اي شيء. الطير نظيف يعني ما بيه شيء، بس هو يحاول ينظف حاله حتى شنو بعد. هو الطير روحه وحياته كلها بريشة، هم يطير بيه وهم هو يحميه من البريد ومن الحار، من الحشرات، من الحيوانات، من كل شيء. يعني الريش مالته حياته بري، حياته معلقة بالريش مالته، اذا فقد الريش مالته مات. وهو هذا الطير يعني دندش حمام الطبن او الورشان جاهز، وهاي يعني يطلب طيرة. ولحد الان ما لاقي له طيرة تناسبه. البارحة رحت على واحد عنده طيور ولقيت طيور حجمها كلش كبير، يعني اكبر من عنده حجم الدجاجة، يعني عندهم طيور ما اعرف شنو اسمها، شنها بطة ذيلها قصير يصير، حمامة قد الدجاجة كبيرة. فانا مكان ما عندي وهي حمامة كبيرة، وانا اللي ارشحه واللي افضله اليه حمامة الزاجل، اما قاربته بالعمر وذكية وحلوة. هذا اللي عندي اليوم حتى الفيديو ما يطول، واللي عنده معلومة عنده يريد يحب يعرف شي خلي يقول وانا حاضر. والله ما اعرف شو جيت اقول، نسيت. اعرف 4 سنين ما ادري 5 سنين القناة بيها 800 واحد، شنو السالفة 800 واحد ولايك لو لايكين، عمل فيديوهات عندي راقية، وانا جاي اشوف ناس كل شي ما تسوي. الله وكيلكم كل شي ما تسوي.
هسه على اساس انا راح ما اعرف شو اصير. ملياردير من ورا هالقناة هاي، ما اعرف انا يعني، بس التفاعل وشي سواه يعني، خلي واحد يطلع للغابات يصور، للبحيرات يتعب حاله. والله شايف فيديوهات يعني، واحد فقاسة مال طير ونطلع له كتكوت مال دجاج وآلاف المشاهدات، لو وحدة عتها بشوش طوب. ولكم صورت لكم اني البحيرات الباطن الهجين، المتاحف، غابات، شغلات يعني. دعوة عليك، اذا ما عجبتك القناة اطلع من عتها، لا تظل تجبيها نايم تباوع وتروح. وانتم اللي تشاهدون، ما تشترك بالقناة تاخذ اللي عجبك وتروح، تاخذ المعلومة تفيدك وتروح، ولا تطلايك مشكولة ذمتك. لا تباع القناة اذا ما تعجبك، وانت اللي بس تباوع وتروح غادر قناة لا تبقى بيها، حتى اعرف اذا ما حد ما بيها اعجابات وناس تحب تشوف، حتى اعرف اغلقها اتركها. بس تباوع ورحت شنو؟ اريد القناة تصعد وتنعرف. هاي لو بنية منا وعن نيابة عني ونايمين قاعدين هسه، وهي كلها ذا بزحف تزحف. عيني ما تعجبك القناة اطلع من عدها، مو تباوع ورحت. اطي لايك ادعمها. على كل حال انا ما بحاجة واحد ولا عايش عليها، ولا راح هاي القناة تغنيني، لا، بس هي مجرد تفاعل واحد يصير له واهز. عندك شغلة تقولها تحكيها تفاعل، لايك اسوى كبسة، لايك يجيب خشمك وكبسة. ما يعجبك بس تباوع فارقني، لا تفاوض قناتي اطلع منها. هذا كل اللي عندي، في امان الله.